اتكلمنا في الفيديوهين السابقين عن دور الأب اتجاه الأم والأبناء ودور الأم اتجاه الأب والأبناء، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن دور الأبناء اتجاه والديهم. يجب على الأبناء طاعة الوالدين في غير معصية الله، يجب عليهم التمسك بالقيم والتعاليم الدينية، عدم الاستخفاف بمكانة الأسرة أو رفض وضعها الاجتماعي والاقتصادي، يجب عليهم احترام الوالدين والاعتزاز بهم مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، التعاون مع الوالدين متى سمحت لهم الظروف بذلك على تحقيق أهداف الأسرة، التعاون والمحبة بين الأبناء بعضهم البعض، واحترام الصغير للكبير وعطف الكبير على الصغير، تحمل كل ابن مسؤوليته في التعليم أو العمل، وتحقيق النجاح الذي ينشده الوالدان حسب طاقاته وقدراته، عدم ارتكاب أي مخالفات تعرض كيان الأسرة للخطر، تقدير ظروف الأسرة وتحديد مطالبهم في ضوء هذه الظروف، مساعدة الأسرة على تغيير وضعها للأفضل متى سمحت لهم الظروف بذلك، البعد عن رفاق السوء وأرباب الانحراف والأشرار، بناء جسور الثقة بينهم وبين الوالدين وبين بعضهم البعض، وذلك بالثقة والصدق والأمانة في القول والعمل، العمل على تفادي صراع الأجيال أو اتهام الوالدين بالرجعية والتخلف، والعمل بدلا من ذلك على تحقيق تلاقي الأجيال، وذلك يكون بالحوار المنطقي والنقاش الهادئ المتزن السليم. الانتماء للأسرة والاعتزاز بها والعمل لصالحها وعدم التعالي على أي من أفرادها، يجب عليهم تحقيق التوازن بين تحقيق الذات الفردية وتحقيق المصلحة العامة للأسرة، وذلك بتغليب الروح الجماعية على الروح الفردية.